من ناحية الفرحة، اوكي انت حضرت ماتش الكونفدرالية من بالظبط. مدرجات الدرجة الثالثة في وسط استاد القاهرة. كلمني الاول على التجربة دي، واشمعنى كنت موجود في الدرجة الثالثة؟ دايما بيبقى احساسك ايه وانت موجود في وسط الجماهير؟ اشمعنى الدرجه الثالثه؟ هو ده الطبيعي بتاعي، ان انا عيل صغير وانا بروح الدرجه الثالثه. زمان الدرجه الثالثه كانت في وش المقصوره قبل ما تبقى ورا الجون، فانا من زمان وانا اصلا بروح المدرجات الدرجه الثالثه. اصلا رايح اشجع، عايز اتفرج وكل حاجه، بس انا يعني في ناس تقول لي يا ابني انت لعبت كوره ما ينفعش. انا بالنسبه لي لا، انا مش حاسبها كده خالص. انا واحد بحب نادي الزمالك، رايح علشان صوتي ممكن يفرق مع اللعيبه في الملعب، فبروح اعمل الدور بتاعي ان انا اشجع اللعيبه. في ما بيفرقش معايا بقى لعبت كوره ما لعبتش كوره، ده ولا بيفرق معايا. في ناس عشان الواحد لعب كوره بيفتكروا ان انت بيكلموك مثلا عايزين دعوات عايزين تيجتس، فاكرين ان كل حاجه هتبقى معايا. طب ما تديش اصحابك تذاكر ليه؟ انا ما خدتش لنفسي. انا نفسي حجزت زي اي حد عادي، ورحت حجزته ورحت الماتش. كان في صعوبه كبيره جدا المباراه دي ان اي حد ياخد تذاكر. لا لا، فظيع. التيكتس كانت صعبه جدا. دي داخل صورك انت؟ في الماتش. دي صور ليك انت؟ انا في الماتش. انت اللي على الشمال ده؟ انت رحت مع انا اصحابك ولا؟ رحت مع اصحابي. رايحين من اكتوبر. ده واحد صاحبي، معلش رجعوا الصوره كده تاني. اهي موجود. لا اللي قبل دي، لا قبليها هجيبها. في واحد صاحبي اللي هو لابس الكاب الاخضر ده تقريبا، اللي هو تاني واحد من على اليمين، ده جاي من امريكا عشان الماتش. لا والله. والله اسمه محمد شاب، جاي من امريكا يحضر الماتش ويقعد اجازه شويه ويسافر تاني. هو ده بقى الناس اللي بيقولوا دراويش نادي الزمالك، مجانين نادي الزمالك. فده الطبيعي يعني. بص، نادي الزمالك لو هعرف احاول اوصفه، والله يا كابتن مش عارف هقول ايه. صورة حلوة قوي، الجماهير كلها في ظهرك. طلعت فوق عشان اتصور. صورة طبعا جميلة. احكي لي بقى التجربة وانت اثناء المباراة، وشكلك وانت بتشجع، واحساسك وانت موجود في وسط جماهير نادي الزمالك. ودي صورة فين دي؟ دي على باب الاستاد. دي بره على باب الاستاد. انت رحت الساعة كام؟ انا رحت، انا بتحرك من اكتوبر، الساعة 2. تبقى كان اليوم ده كان حر جدا. يا لهوي موت. يا بص، انا كنت عامل حسابي ان انا هصور بقى وانا داخل وانا خارج وفيديوهات وحاجات، ما عملتش اي حاجه. صورت بس كده وانا مع اصحابي في العربيه، وما عرفتش اصور اي حاجه تاني. الموبايل كان مولع، الجو حراره مش طبيعيه. فهو اصلا ان انا افتح الموبايل، الموبايل سخن، يقول لي لا اطفيه. فقفله اغلب الوقت يعني، فين وفين كده افتحه ناخد صوره بتاع. ما عرفتش اعمل اي حاجه. الدخله الحمد لله لحقت صورتها بتليفوني، لحقت اتصور مع الدخله. ولكن زحمه كبيره جدا، كل الناس ملهوفه، احتفاليه، كل الناس ملهوفه انها تخش تتفرج على نادي الزمالك. وانا كنت واحد من الناس دي يعني. حضرت كل الهتافات اكيد. كل حاجه اليوم ده كان فيه هتافات كتير قوي. كل حاجه. تفتكر اي هتاف في يا ناس يا ناس؟ في الاول ماتش الزمالك عايز الكاس، وبعد كده لما الماتش خلص يا ناس يا الزمالك اخد الكاس. والهتاف بقى بتاعت الجمهور الطبيعي كلها يعني. والحمد لله يعني كمان ما كانش فيه اي خروج عن النص بصراحه من الجمهور خالص يعني. والدنيا كانت لحد ما طبعا مع الزحم مع تهادي، بس مع الجو الحر، هي دي اللي كانت عامله الفرهده. الفرهده كانت هي دي الحاجه الوحيده اللي صعبه. لكن اكيد بعد الماتش بقى بالفوز والاحتفال بالكاس ده خلى الناس بقى ايه، طايره. انت بتتكلم، انا مثلا واصل مدينه نصر الساعه 3، انا من 3 لغايه 12 واحده بالليل انا واقف على رجلي. وصلت لمرحله يعني رجلي دي مش قادر، يعني رجلي من تحت مش قادر ادوس على الارض، حتى وانا قاعد رافع رجلي. وانا راجع في العربيه مع اصحابي، انا راجع مش قادر احط رجلي على الارض.